الدعم ديال الدولة وكان الدعم ديال الخيرات. لحد الساعة الآن المتوفر عندنا في الرصيد حوالي 1,434,000 درهم و 160 درهم و 82 سنتيم، هذا اللي كاين دابا في الحساب الجاري ديال المؤسسة. هذا الجمع العام العادي هو الأول، يعني طرقنا فيه النقط ديال الجمعية من 2021 حتى 2022، ناقشنا التقرير الأدبي والتقرير المالي. التقرير الأدبي بالطبع جات فيه مجموعة ديال المنجزات ديال الجمعية، فين وصلنا، شنو درنا، وشنو هي الهواجس. الهواجس هي تطوير وتجويد العمل الصحفي والدفاع عن القطاع الصحفي الإعلامي المهيكل. شفنا ثاني التقرير المالي، كانت المصادقة على التقرير المالي والتقرير الأدبي، تمت المصادقة على الانتخاب الزميل دريس الشحتان كرئيس للجمعية، أعطانا خريطة الطريق ديال المستقبل، خريطة الطريق ديال المستقبل بالعلاقة ديالها مع الدولة، بالعلاقة ديالها مع، لم نعد نقول الدعم ولكن أصبحنا نقول مواكبة الاستثمار، يعني مواكبة المؤسسات الإعلامية المهيكلة. يعني ماشي كيف ما قلنا ان اي واحد كيفيق في الصباح كيدير سيت الكترونيك ويقول لك انا صحفي ولا رانا مقاوله اعلاميه، لكن هاد الناس اللي العدد ديالهم اكثر من 800 واحد راه ما يمكنش بين عشيه وضحاها غادي نحيدوهم من المشهد الاعلامي، لكن غنعملوا على الدمج ديالهم في اطار تكتلات سواء جهويه او اقليميه، بهدف ان الجميع سيستفيد. اللي عنده مقاوله راه غيستافد، اللي عنده مؤسسة أو منبر إعلامي غنحاول نجمعهم في إطار تكتلات. يعني الجمعية ماشي جمعية جات للإقصاء أو جمعية غتخدم مع قطاع أو المؤسسات الكبرى، لا، سنعمل مع جميع المؤسسات في ظل تقوية حرية التعبير، في ظل كذلك احترام حرية الآخر، لأن ما نراه الآن في بعض المنابر الإعلامية راه مسيء للبلاد ومسيء للمهنة. أي واحد جا كيهز الميكرو كيقول لك أنا صحفي، لا، راه ما يمكنش. ان هذا النظام ديال الملائمه هو السؤال فيه خصو يطرح في الشموليه ديالو. الناس اللي داروا نظام الملائمه نظام خطير جدا جدا في السياسه اللي فيه، فرق تسود، انشا عدد كبير من المقاول من المنابر الاعلاميه لاستخدامها في اهداف انتخابيه. لا احنا ما باغينا لا انتخاب ولا اي حاجه، احنا باغيين الامور ديالنا النهوض بالقطاع الاعلامي في البلاد. لا يمكن النهوض بالقطاع الاعلامي الا في ظل تضافر الجهود وتضافر القطاعات والمؤسسات الاعلاميه. الهدف منه هو تحسين وضعيه الصحفي، راه المحور ديال هذا الشيء كامل هو تحسين وضعيه الصحفي، لان وضعيه الصحفي هو المنتج. اذا كانت وضعيه الصحفي متدهوره راه ما يمكنش يعطيك عمل قوي وعمل متميز. لذا فالقاطره أو الرابط ما بين المهنة والجمهور هو ذاك الصحفي. يعني الصحفي خص يكون عنده واحد الوضع يكون مريح من الناحية المادية. يعني هذا هو الورش الأهم، بالإضافة إلى مجموعة الأوراش، منها تحيين القوانين والتعديل ديالها، منها العمل على بلورة رؤية واضحة كيف بغينا نشوفوا المجلس الوطني للصحافة، كيفاش بغينا نشوفوا، يعني هذه المكونات كلها الهدف ديالها هو الرفع من مكانة الصحفي داخل المشهد الإعلامي. وشكرا.